والسيسي جبان بطبعه، كان متخيل يوم وبتاع وكذا، وحميدتي خلى اتفاق. حميدتي ماسك الجنود ما سابهمش، قلت لك دي ورقه من اخطر الاوراق اللي مع حميدتي، دي ورقه من اخطر الاوراق اللي مع حميدتي، زائد ان حميدتي اماراتي، ليه ما بيسيبش الجنود حميدتي بناء على تعليمات الامارات؟ طب ليه الامارات بتلك النجاسه؟ مش جديد يعني، طبعا انا بتكلم على ابن زايد مش على الشعب الاماراتي ولا دوله الامارات الشقيقه. لانه عارف ان السيسي نجس، محمد ابن زايد اكتر واحد في العالم اكتر من انتصار. يعني ايه الكلام التلصم اللي بتقوله ده؟ لا مش تلصم ولا حاجه، حميدتي تبع ابن زايد والبرهان مع السعوديه، ووشك للحيط وقفاك ليه؟ فالسيسي حميدتي واخد الجنود ليه؟ عشان يقمع، يبقى ماسك السيسي من ايديه انه السعوديه ما ترشش فلوس فيلعب اي لعبه مع البرهان ضد حميدتي، واخد بالك؟ ليه حميدتي ما بيسيبش الجنود؟ ها؟ عشان السيسي ما يلعبش مع البرهان، ما يلعبش، انت لازم تمسكه. فحميدتي التعليمات ابن زايد ليه ما تسيبش الجنود، وعشان كده ابن زايد الوسيط اللي هو للسيسي اطمن والحميدتي ما تسيبش. انما الحكايه ما بتمشيش بالاتفاقيات كده، دي مش اتفاقيات بيع وشراء، ده سلاح وجنود وعركه دايره سعادتك واصله للدجا في السودان الشقيقه، ربنا يسلم السودان واهلها. ماشي؟ فحميدتي ماسك الجنود ما سابهمش بناء على التعليمات الاماراتيه، يتحجج بقى يعمل يقول لك اصل مش قادر اوصلهم، اصل بتاع قصه وروايه ما جاتش التعليمات، لان بمجرد ما الجنود المصريين ان شاء الله يوصلوا سالمين لمصر، مصر المفلسه، مجرد ما الجنود يصلوا لمصر المفلسه فالسعوديه تبدا تلعب، تقدر تلعب مع مصر، يديله قرشين كسر رز فمصر تلعب مع البرهان. فاهم حضرتك؟ لانك انت مفلس ونجس، فابن زايد عارف انك مفلس ونجس. وحميدتي برضو زود في اللقطات، يعني احنا ما كناش متفقين على كده، دمر طيارات من الطيارات المصريه للاسف اللي موجوده في مطار المروي، الاقمار الصناعيه رصدت ان في طيارات دمرت، طائرات دمرت في المطار، وحميدتي متمسك بهذا المطار بشكل كبير جدا جدا بناء على الاوامر الاماراتيه. ليه؟ لان حميدتي والامارات عارفين الحجم او القوه الاستراتيجيه لهذا الموقع ولقاعده مروي دي، عارفين تماما اهميتها، وانه لو شال ايديه منها والجنود اتسلموا، لو شال ايديه منها والجنود اتسلموا مصر هتلعب مع البرهان. بينشروا فيديوهات لسه الجنجاويد ان هم ما زالوا مسيطرين بشكل كبير على المطار. الان قوات الدعم السريع متمركزه في مطار مروي، ورسالتنا دي لكل الذين يزايدوا بان مطار مروي تحت سيطره الجيش وغيره. نحن الان داخل مطار مروي، وكما ترون الطياره الان جنبنا، وما زلنا نحن متمركزين في مطار مروي، حنظل متمركزين ان شاء الله لعند النصر. تحيه طيبه للشعب السوداني، ونسال الله انه ربنا يامن البلاد والعباد. بارك الله فيكم. ده المطار يا جماعه، عشان تاني ما في زول يقول انا في مطار مروي والكلام الفاضي ده. في دول جاي المطار اللي يجي بس ما يتاخر. قال لك عشان ما فيش زول بس يقول. حميدتي اعلن كمان انه استولى على ذخائر واسلحه في ذلك المطار اللي فيه القوات المصريه، لكن هو ما قالش الاسلحه دي بتاع مين. قال له هو راجل كبير عنده ابن اسمه سلطان وابن اسمه عاطف وبنت اسمها سحر، لكن ما قاليش اسمه ايه. هو ما قاليش اسمه ايه. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. ده مطار مروي، ودي كلها غبيره بتاع رشاش، الفجيه،
14 ونص والان دي كلهم ممتلكاتهم مطار مروي سنين. الحمد لله الان اللي احنا مطيرين 100% 100% حاجه تمام مره ونحن نقول لا اكبر جاوبت بتاع اخوان الدعم السريع جاهزيه سرعه حس جاهزيه سرعه حس كل الممتلكات دي المخادر حقتهم والضحايا الظهير الله اكبر 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 كل الحاجات دي حاجات دي في يدنا وهذا الدعم السريع والحمد لله على كل حال سيطرنا عليهم بالكامل والطيران ده هو هنا فيه زي 20 طيران الحمد لله على كل حالة 100% قال لك مسيطرين 100% كل حاجة معانا. عبد الخالق عبد الله خرج وكتب التويتة دي مؤكدا على المؤكد اللي ما كناش محتاجين نتأكد يعني منه يعني اللي هو التقسيمة جاية ازاي بفضل الله بفضل الله وحده قلنا التقسيم من اول لحظة. ابتلي السودان بحكم العسكر والذي ادخله في نفق مظلم وعليهم مغادرة المشهد السوداني. انا صايم وتطبيق ما ورد في الاتفاق الاطاري اولا حكومة مدنية ثانيا اصلاح اجهزة الامن ثالثا خروج الجيش من الحياة السياسية رابعا تحقيق عدالة انتقالية خامسا تفكيك نظام الاخوان سادسا استرداد اموال منهوبة تفكيك الاخوان وخروج الجيش اولوية. كلب ابن زايد خرج ينبح قال لك خروج الجيش مش خروج حميدتش. طب حميدتش فين في الطلبات دي يا عبد الله عبد الخالق؟ لا هو ما كتبليش كده بصراحه يا عبد خالق حميدتي فين؟ خروج الجيش مش خروج الجنجويد يعني؟ طب يعني طبيعي خروج الجيش والجنجويد من المعادله يعني؟ ها خروج الجيش والجنجويد تفكيك نظام الاخوان اشكال ضله لازم تحط الاخوان في اي جمله. مالش كلب ابن زايد تفكيك قوات حميدتي مالش. لكن سيبك انه مالش واحد من الردود عجبتني حاجه كيفتني واحد من الردود على خالد عبد الله واحد رد وقال له لماذا لم تطلب هذه المطالب من الجيش المصري الذي يحكم مصر حاليا وتطالب بحكومة مدنية يعني. يا ابني هم مع النجاسة في أي حتة. طبعا على طول القطة كانت لسان عبد خالق. لأن مصلحتنا في مصر في الجيش، مصلحة كل العروش، إحنا مالناش قيمة ولا بقى لنا طول ولا نقف نتمشى نتهدهد كده على الأرض ونعمل حاجة إلا لما الجيش يركب في مصر. زي ما اسرائيل ما بتعرفش تنام لما الجيش يركب في مصر. ما بتعرفش تنام. جيش مصر الحديث في الجمهوريه الجديده يعني. جيش مصر الحديث اللي في الجمهوريه الجديده، اسرائيل بتعرف تنام. غير كده بتقلق جدا. 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 طبعا ما جرؤش يقول له حاجه. المدنيه. الجمله اللي بيقولها مدنيه دي جمله بيرددها حميدتي اللي قايم بدور البطل. اللي اشعل السودان عشان يدافع عن المدنيه وينتزع المدنيه من ايد البرهاني المجرم اللي مش عايز يسيب المدنيين يحكموا. الاثنين اقذر من بعض واياديهم مخضبه بدماء الشعب السوداني. حقيقه المدنيه اهي انت في محيط عربي حقيقه انجس من النجاسه ديمقراطية عنده دي عاملة زي الإيدز زي السرطان. المدنية الإمارات مش شريك يعني فاعل قاسم مشترك أكبر فيما يحدث في السودان زي ما هي قاسم مشترك أكبر في كل الجرائم اللي بتحدث في الأمة في 10 سنوات. وهي اللي ادت لحميدتي إشارة الاقتتال. لا يجرؤ حميدتي كان يتحرك ولا ياخد ويعمل اللي عمله ده من غير ما ياخد اشاره الاقتتال. باحث اقتصادي وصحفي سوداني بيرد على ابو خالد عبد الله بيقول له
يبدو أن البند رقم 7 قد سقط سهوا من البوست. تكرما أعد تغريدتك بعد أن تدرج البند المفقود. سابعا، قتل العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات وطرد السفير الإماراتي فورا. ده البند رقم 7 اللي لازم كان يبقى محطوط في الشروط يا عب خالي. شاكر يا دكتور اهتمامك بالشأن السوداني. بص السودانيين، الشعب السوداني مثقف وراقي ازاي. شوف الرد العبقري، شوف الرد العبقري. البند رقم 7 خروج الامارات فورا فورا وطرد السفير الاماراتي، وفي تقديري المتواضع ده البند رقم 1 لاي حد عايز يفوق. الامارات شغلها الشاغل ذهب السودان، ومش هتسمح ان يظهر لها ابن سلمان والسيسي عشان يتقاسموا ثروات الشعب السوداني. اكتر من 80% قبل الجارديان، مع كل الاحترام للجارديان يعني قايل لحضرتك من اول يوم، اول تعليق بعد اول طلقه، اكتر 80% من ذهب، اكتر من 80% من ذهب السودان بيتم تهريبه الامارات عبر حميدتي. عشان كده الامارات بتعمل في السودان اللي كان بيتعمل في ليبيا بتصرف اخر. دكتور تاج السر عثمان الاكاديمي والباحث السوداني الشهير خرج وبلا مواربة نشر فيديو وقال هدايا الامارات للشعب الاماراتي، هدايا الامارات للشعب السوداني، الجيش بيضبط اسلحة اماراتية حديثة بمنزل المتمرد حميدتي في السودان. احنا ما تأكدناش من صحة الفيديو طبعا، لكن نشره تاج السر عثمان واشقاء كتير في السودان بيأكدوا مضمونه. قتل هالك حميدتي صناديق ذخيره، الهالك حميدتي هرب خلاه يا جماعه، هرب خلاها الان خاير بتاعت شناي. الله اكبر والعزه للجيش يا جماعه. شو باسي بنيناكم على الامارات دارين تهدمونا. اه الامارات دي ذخيره اماراتيه يا جماعه، ذخيره اماراتيه UAE قالت مع قوات الدعم السريع امارات في بيت حميدتي. لا السيد الغايد بالعمليه الاكيد، ما عنديش تاكيد على الفيديو، انا ما اللي اتاكد منه بنفسي اقول عليه، ما عنديش تاكيد على الفيديو، لكن الاكيد الامارات بتدعم حميدتي قولا واحدا وتزوده بالسلاح مقابل الذهب. حميدتي بالمناسبة جاب أجهزة تجسس إسرائيلية بواسطة إماراتية طبعا. الفيديو اللي نشر ده بتاع تاج اللي نشرين الأخوة السودانيين ودكتور تاج السر عثمان بيقول إن دي أسلحة صربية، واضح من اللغة المكتوبة. الجنود اللي بيتكلموا أو الأخوة السودانيين اللي بيتكلموا في الفيديو يقول لك أسلحة سلمتها الإمارات وسلمتها لحميدتي. قال لك الإمارات فقاست ميليشيات لا تدعم جيشا برأس واحد بل بفصائل متعددة قد تكون متضادة، دعمت البرهان القريب من مصر وحميدتي القريب من أثيوبيا، وفي اليمن تدعم فصيلا وحدويا وآخر انفصاليا، وفي ليبيا كذلك تفخخ تفخخ البلدان بأمراء الحرب لتنفجر يوما ما خدمة للصهيونية والإمبريالية العالمية. والله صدقت، والله وبعقد الهاء صدقت صدقت. هي الأجندة، هي الأجندة.